أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن سبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وقال لخديجة رضي الله عنها دثروني كان بسبب رؤيته لجبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها؟ لا، لكن فوجئ بشيء لم يعهده، فوجئ عليه الصلاة والسلام بشيء لم يعهده، يقول له اقرأ وما قرأ ولا يقرأ ولا يكتب، لهذا يرد ويقول لست بقارئ، فيغطه ويقول اقرأ فيقول لست بقارئ، ثم في المرة الثالثة بعد المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. فالذي فاجأه صلى الله عليه وسلم هو أنه أتاه شيء لم يعتده، وأتاه الملك وهو خال في الجبل ما عنده أحد، هذا الذي خوفه صلى الله عليه وسلم. نعم.